السوبر الخامسة، وهو الرجل الذي حكم من قبل نهائي السوبر السعودي في نسخة 21. الحسين القحطاني، القحطاني ينقل، لكن هنا الضغط السريع، سلطان الفنام ورونالدو، سلطان الفنام ورونالدو في اللقطة الماضية ياخذ خطأ من أمام حسين القحطاني، لكن يقول هي رمية تماس من نصيب اللي نقل الكرة في الجانب اليمين، سلطان الغنام، سلطان الغنام، الغنام عرضية حلوة من الغنام محاولة، لكن حسان تنبكتي بالمرصاد إلى رونالدو، رونالدو يمرر لغريب، غريب، غريب، مرة ثانية جوستافو مرت بعرض الملعب وإلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. لعبها في قلب الدائرة عند لويس جوستافو، بينية حلوة لغريب، غريب، 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 مرة غريب لرونالدو، كريستيانو، رونالدو، رونالدو، عدى رونالدو، ولكن أياكو من أمامه، هنا محاولة للحفاظ على الكرة، لكنها نواف يرجع ويمتعنا في الملعب لأنه صاحب لمسة مختلفة ولاعب كبير. هنا الكرة اللي اتلعبت إلى تاليسكا، مر تاليسكا، عدى تاليسكا، هي الكرة إلى واحدة عالية عند رونالدو. الضغط مرة ثانية وهنا المحاولة كارلوس جونيور وإلى ركن، لكن رونالدو، لكن شوف قراءة حسان في اللقطة اللي فاتت، بوكتي لمسة على الأرض المتعب الحربي، متعب متعب متعب، يسدد متعب والمرة دي روسي يطلعها. الشباب ترقب وحاضر داخل منطقة الجزاء، عدت المرة دي، هنا الخطورة لسانتي مينا، ولكن هنا تاليسكا، لسانتي مينا يسدد وتاليسكا مرة ثانية يطلعها لخدمة رمي التماس لمصلحة نادي الشباب. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، وحسان تنبكتي رافع إيده بيطالب، هيرجع يشوفها تاني أرساتو، هيقول إيه أرساتو؟ ما قرار أرساتو؟ أرساتو ركلة جزاء للشباب، هل أرجنتين الشباب أم أرجنتين النصر؟ جوان كاوراسي رحلها روسي، لكن الشبكة عايزة شعبا قيادة وأهلا وأحبابا، صعودهم إلى الفضاء لا يستقطب كل أنظار العالم، ريانا برناوي وعلي الجرني إلى الفضاء، وهنا الانطلاقة اللي بنشوفها من جانب تاليسكا، سقط تاليسكا لكن لحق نفسه تاليسكا، لعب عند عبد الرحمن غريب في الجانب الأيسر، عبد الرحمن غريب مع الكورة، عبد الرحمن غريب محاولة إرسال العرضية لكن ترجع إلى لويس جوستافو، جوستافو بعرضية عالية عند رونالدو، خبطت الكورة من سلطان الفارو مع الكورة، يمرر الكورة الفارو، لمسة إلى رونالدو، لمسة حلوة من رونالدو إلى الخيبري على الأرض إلى تاليسكا، تاليسكا والضغط من حسن بسيطة إلى أندرسون، تاليسكا، تاليسكا إلى كرة أمامية، حسان تنبكتي قفل على رونالدو، هنا يصفر الحكم لمسة يد على حسان وضربة حرة من نصيب رونالدو. علي إلى جامي، غسلان كونن يمرر الكرة لعبد الرحمن غريب، غريب مع الكرة، غريب عدى غريب، مر غريب، مر غريب، عدى غريب، عدى غريب، وفواز صدور مع غريب، حكم المباراة بيقول العب إلى كونن، أوه يا رونالدو، أوه يا رونالدو على الحظ، أوه يا رونالدو على الحظ في العرضة وإلى ضربة مرمى، ولكن جنب من رونالدو وإلى ضربة مرمى، شوف الكورة، شوف رونالدو ما شاء الله ارتقى فوق الجميع، ورأسية رونالدو يا راجل ده متعب الحرب اتخبط. وهنا حسان تنبكتي، غنام الحديث عن عبد اللطيف الغنام، وإلى بينية علي لجامي، رجعت الكرة إلى عبد الله الخيبري، الخيبري يلعب كرة عالية، الخيبري في الجانب الأيمن، سلطان الغنام يا ولد استلم كويس، سلطان، سلطان لف العرضية العالية ولكنها بعيدة عن تاني، كرة أمامية إلى علي الحسن، مع الكرة علي الحسن، راح علي الحسن، خطيرة للنصر، خطيرة، حسن تنبكتي ما شاء الله عليه، ممنوع المرور أو الاقتراب أو حتى لعب العرضية يا حسان، إشارا وتحركا ونقلات للكرات على الأرض. هنا اللمسة من بانيجا إلى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس إزاي؟ إداني يا لعيب، لسه ما كملتش كلمتي، لسه ما كملتش كلمتي، قلت لك لعيبة وسط الملعب بيلاقوا بعض. هنا المحاولة لبداية الهجمة من مناطق وسط الملعب، الشباب يقدم أداء رائع إلى الغنام، الغنام مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. الكرة بتتلعب في أقصى الجانب الأيسر إلى غسلان كونر، يمرر الكرة الأمامية إلى رونالدو، رونالدو مع الكرة، رونالدو
رونالدو، رونالدو عايز يعدي رونالدو، لكن هنا ضغط عليه من إجوانكا، أخذ الكرة إلى فواز صدور يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسة للحسن لدانيسكا. النص 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 عن طريق دانيسكا يقلص الفارق، والهدف الأول للنصر. دانيسكا هو الأول لتشتعل المباراة 2-1. المدير الفني الكرواتي لكتيبة النصر وخوسيه فيسنتي مورينو لنادي الشباب. تجامي لمسة إلى ألفارو بكرة أمامية ما تلاقيش أي حد خالص، لكن هنا يضغط تاليسكا ويلحق كيم جون سو ويطلع الكرة. واحد من أهم اللعيبة التكتيكيين في الشباب هو حسين القحطاني، ضغط عليه تاليسكا، تاليسكا يا راجل يا راجل. رونالدو كان كريم معاك، رد له الهدية، لكن تاليسكا تقدم وسدد، عليت على العارضة. شوف هنا كريتشوبياك تاني كرة يغلط فيها، وهنا التسديد. جونيور فاضي، كلو جونيور فاضي، لعب الكرة لكن خبطت، نزلت لمتعب بن حربي لجوانكا بكعب القدم إلى سانتيمينا لألفارو، وسانتيمينا يسدد وإلى ركنية. الشباب ما شاء الله عليه، توقعوا إن الكرة هتروح في المكان ده دائما ما يصيب، لكن نبص سلطان الغنام اتقدم ولعب عرضيه خبطت وردت مره ثانيه، الضغط من جديد متعب الحربي، لكن ياخذها الحسن الى سلطان الغنام الى الحسن. خطيره 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 خطيره. عاد النصر، عاد النصر، عاد النصر من الغنام الى الحسن الى غريب. النصر يعود في المباراه، ريمونتادا في السريع، ريمونتادا في السريع، وعبد الرحمن غريب كان من المرمى قريب وسجل التعادل للنصر. لكن بص هنا الافتكاك من سلطان الغنام، الغنام الغنام عبد الغنام عبد الغنام عبد الغنام، وهنا السقوط. حكم المباراة بيقول ما فيش حاجة، وإلى رمي التماس، رمي التماس. سلطان الغنام اللي عامل شوط لقاء تاني رائع، وهو في شوط اللقاء الاول بالمناسبه يعني في الهجمه اللي كان اضعها. الفارو غسلان كونان مع الكره، غسلان اللي مرر الكره الى جوستافو على الارض لرونالدو، رونالدو 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 رونالدو، صاروخ مانيرا الثالث للنصر، الثالث للنصر، الثالث للنصر، كريستيانو رونالدو. 3-2-1 كريستيانو نمبر 1. يا سلام يا سلام، كريستيانو رونالدو يتقدم للنصر بالهدف الثالث في الدقيقة 59، كريستيانو يسجل ثالث الأهداف. رونالدو الجمهور عايز الاحتفال بتاعه، الجمهور عايز سي يا رونالدو، وهنا سي يا رونالدو. 3-2 يا ولد يا رونالدو، اللي ركنها حلوة 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 من رونالدو. بص البصة دي، بصوا شوفوا البصة دي، طب بصوا شوفوا البصة دي، تتعاد مرة واثنين وثلاثة، شوفوا بصة رونالدو على الزاوية اللي سجل الهدف الثالث ليتقدم النصر، ليتقدم النصر. يا دينكو يا إليتشيتش، النصر لا يريد أن يتنازل عن الدوري، النصر إلى آخر رمق. 3-2 تبدل حال المباراة رأسا على عقب. 3-2 الشباب. رجعت الكرة إيفار بانيجا، يمرر إلى كارلوس جونيور اللي يرجع، ولكن لأن هناك روح النصر عاد النصر بهدف قبل نهاية الشوط الأول، لكن الضغط من فواز وعرضية يا راجل. Al-Nassr comeback menang 3-2 atas Al-Sabb dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Pro Arab Saudi 2022-2023. Cristiano Ronaldo jadi pahlawan kemenangan Al-Nassr.
Pada menit ke-22, Al-Sab memiliki peluang unggul lebih dahulu setelah Luis Gustavo dianggap handball. Christian Kuansa yang menjadi eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik pada menit ke-25. Kuansa mengarahkan bola dengan kaki kiri ke pojok kanan bawah gawang Al-Nassr. Meski terbaca kiper Agustin Rossi, namun bola bergulir kencang masuk ke gawang. Al-Nassr terus mencoba mencetak gol balasan sudutan Ronaldo pada menit ke-33 usai memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri masih membentur mister gawang. Al-Nassr tertinggal 0-2 pada menit ke-40 setelah Guansa mencetak gol kedua dalam laga ini usai memanfaatkan assist Santi Mina. Guansa yang bergerak dari sisi kanan melakukan operan 1-2 dengan Mina dari luar kotak penalti. Guansa melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok kiri bawah gawang yang tidak bisa dijangkau kiper Agustin Rossi. Talisca merespon dengan cepat gol kedua Al-Sab pada menit ke-44. Talisca mencetak gol juga memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Tertinggal 2-1 di babak pertama, tuan rumah langsung merespon dengan gol cepat pada awal babak kedua. Abdurrahman Gareb menyamakan kedudukan jadi 2-2 pada menit ke-51. Usai menerima umpan silang mendatar Ali Al-Hasan dari sisi kanan, Ronaldo membawa Al-Nassr comeback dengan berbalik unggul 3-2 pada menit ke-59. Usai mendapat operan dari Gustavo, Ronaldo menggiring bola hingga depan kotak penalti lawan. Kendati dikawal 2 bek lawan, Ronaldo masih bisa melepaskan tembakan pressing kiri-kanan dengan baik yang diarahkan ke sisi kiri gawang Al-Sab. Kemenangan ini penting bagi Al-Nassr guna menjaga peluang juara Liga Arab Saudi pada musim ini. Pasalnya, pada pertandingan lain, Al-Ittihad yang menempati puncak klasemen menang 1-0 atas Al-Batin.